الله الرحمن الرحيم. يعني هذا اليوم العظيم يوم الاحتفال بالشهداء، يوم تأبين الشهداء وتأبين الشيخ صالح العروري. اليوم كانت هذه المسيرة ثلاث أضعاف المسيرة العادية. ليش؟ لأنه هذا الدم المجاهدين ودم القادي هو اللي خلى فلسطين إلى الآن عايشة، هو دم الأسرى ودم الشهداء وهذول الأسرى وهذا الدمار هو اللي خلى فلسطين شعل فلسطين وخلاها باقية. لأنه هذا الشعب كل ما يستشهد منه واحد عشرات الآلاف بده يحلوا محله. اليوم غزة اليوم غيرت مجرى التاريخ كله. غزة اليوم الكون كله الأرضية صار فيها تغيير. اليوم التيار الآخر اللي هو التيار الصين والتيار الروسي والتيار الإيراني، هذا التيار حيحل محل هذا التيار المجرم، التيار اللي وجهه بشع صار، الوجه الأمريكي والوجه الأوروبي مع حقوق الإنسان. هذا الدم الفلسطيني هو اللي غير كل هذا المجرى. اليوم أنا بعتقد إن اليوم إحنا في حالة نصر وفي حالة ألم. الألم هو دم الشهداء ودم الإجرام ودم الدمار وقطع المي وقطع الكهرباء وقطع الغاز وقطع الهواء حتى بدهم يقطعوه. هذا الكلام اليوم هو غير العالم كله وخلى اليوم القضية الفلسطينية هي في المقدمة. 3000 مسيرة منهم 600 للعدو الصهيوني و3000 للفلسطينيين. أنا بعتقد إن اليوم إحنا نتكلم في لحظات النصر، في لحظات لن نرجع إلى الوراء. اليوم التاريخ سيؤدي من 7 أكتوبر ومختلف عن ما قبل 7 أكتوبر. اليوم هذا الإشي اللي عملته غزة اللي عملته هي رجعت عربتنا إنا، رجعت إسلامنا إنا، رجعت أخلاقنا إنا، رجعت تفهم هذا العدو اللي كان مغطى وجه البشع الآن بيّن، وجه القذر بيّن. هذا العدو الصهيوني اللي هو ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم انهار هذا العدو، واليوم في أسوأ أحواله هذا العدو، واليوم في انهيار تام هذا العدو. وإحنا في بداية النصر، في بداية المقاومة، في بداية العزة، في بداية السمم. عشان هيك رسالتي أنا إلى كل زعماء العالم العربي، اليوم يجب أن تعاد الفكرة وترتبطوا بشعوبكم، ما ترتبطوا بالأمريكان والأوروبيين. شعوبكم هي اللي بتحميكم، شعوبكم هي اللي بتوقيكم، شعوبكم ما في أقوى منكم لما الشعب يتواصل مع حكومته مع شعبه. أنا بطالب الآن حكومتنا الأردنية، بطالب تجميد كل العلاقات مع هذا العدو الصهيوني. ما بدكم تغلبوها الآن، تنتظروا شوفوا شو اللي بصير. أنتوا لما عملتوا هذه المعادلة فكرتوهم بشر، هذول من شياطين الإنس مش من شياطين الجن. علشان هيك احنا في موقف اليوم المنتصر، في الموقف الغير مسبوق، في الموقف العظيم، في الموقف المحترم. انا بتمنى الوقفات القادمه تكون وقفات نصر وعزه من كثر ما هذا العدو منهار الان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.